السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عمي الحاج، اهلا سي محمد. يا عمي الحاج لاباس؟ لاباس عليك اخويا، كيف بقيتي؟ يرحم والديك عمي الحاج. لا اله، عقلت عليك اخويا محمد، عقلت عليك. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ارحم والديك الحاج. خويا محمد، هذه فرصة نتعرفوا عليك اكثر مع السادة المستمعين. نعم سيدي. اش وقع لك اخويا محمد؟ انا سميتي محمد الاغزاوي. اياه، مقيم مدينة العرائش. نعم سيدي. وهذه واحد كنت مهم قل شهر جوج خرجت من السجن. انت في السجن اخويا محمد؟ ضربت واحد 15 سنة ديال السجن. الله اكبر، 15 سنة ديال السجن وراء القضبان بدون حرية. لا اله الا الله. والان كنمشي على يدي ورجلي. لا اله الا الله. وكنطلب من القلوب الرحمة الى يعاونونا فواحد شي كاروسا شي موتور. انا ما كنقدرش نمشي على يدي ورجلي. لا اله الا الله. انا معذب كنمشي على يدي ورجلي، اللحم طايح علي من رجلي. لا اله الا الله. الكاروسة عادية ما كنقدرش ندفع وما عنديش اللي يدفعني. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة. من المؤمنين اللي يتعاونوا معايا، انا ما كنطلب لا فلوس لا شي موتور باش نمتاز يمشي على يمشي. لا اله الا الله. انا في العمر ديالي 52 سنة بس باقي صغير باش نقدر نتحمس. كيعيش اخويا محمد؟ كي ملي خرجتي من السجن تعلمتي شي صنعة؟ تعلمتي شي مهمة تقوم بها باش تاكل بها لقمة العيش؟ انا عندي جواد. لا اله الا الله. انا عندي جواد عمي الحاج. الله يفرج عليك اخويا محمد. الله يفرج عليك اخويا محمد. ان شاء الله باذن الله اخويا محمد، ربي يسخر لك، ربي يسخر لك في القريب العاجل. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الاخ محمد كان زارنا هذه شي اسبوع داخل الاذاعه، جاب الليل في هذه الوقيته هذه وبقى كينتظر حتى خرجنا، وكنا مع واحد المجموعه ديال الاحباب وشفنا الحاله ديالو مزريه. واحد الانسان في الخمسينات من عمره كيحبو بحال الطفل الصغير. حنا كنا كنمشيو على الاقدام مستقيمين بنعمه من الله وفضله، هو مسكين كيمشي كيحبو بحال الرضيع. حنا في الاول شفناه كنسمعوا الصوت ما عرفناش اش كاين، تحضرنا ريوسنا عاد لقيناه، عاد جلس معنا واحد الجلسه مطوله. مالك اخويا محمد؟ انا جاي من العريش. وهاد الحاله مضيع، واحد ضياع، واحد الوضعيه ربي اللي عالم به. الغريب في السي محمد انه عفيف، انه بغينا نعاونو بالفلوس ما باش يشدهم. هكا باش تعشى، هكا باش تركب في الكار، هكا باش جيتي، ما باش يشدهم. قال لك انا ما كنطلبش، انا باغي غير كروسه. تقهرت، رجلي تقهروا، ورانا مسكين رجليه العظم ديالو كيبان من الداخل، انه كيحبو على يديه ورجليه. باش غير نوصلوا للمحطه كان غادي خارج معنا في الشارع كبير ديال الزرقطوني باش يقطع يعبر الطريق. طوموبيلات غاديين بواحد السرعه مفرطه، اضطريت انني نوقف ونحبس الطوموبيلات كاملين. وانا لابس جلابه بيضاء طريقه تقليديه، كنلقى مجموعه ديال السيارات شافوني واقف في الشارع ومدي يدي بحال الشرطي. مع 12 الليل وبداو كيكلاكسوني واش هاد الفوضى هادي. كنقول المغرب بلاتي وقفوا بلاتي. عاد ديك الساعه وتوقفوا بالزز، عاد شافوا السيد جاي في الخط الابيض غادي كيحبو مسكين بحال شي سمكه بحال شي رضيع. واحد المشهد مخيف ومرعب. وكنحيي واحد المجموعه ديال الناس اللي كانوا في السيارات فارهه، نزلوا وبداو كيصفقوا. وكاين اللي منهم مسكين يقول لك جو فوتيغ شابو، وحتى وصل المكان ديالو باش يمشيو نوصلوا غير المحطه باش يرجع للعريش، باش تهزوا في الطوموبيله باش تحطوا واحد معدب واحد العدم شديد. قلت لي خويا محمد اش خاصك؟ قال لي ما خاصني، انا بغيت غير شي كروسه، كروسه تهزني وتجيبني. وينوض واحد السيد من اللي كانوا جالسين معنا قال لي طلبتيها طلبه كبيره، قول لهم موتور، حيت الكروسه راه كتافك طايحين، ما عندك كتاف. سي محمد جلست معاه وانا غادي معاه في الطريق حتى نوصلوا للمحطه ديال الكيران طريق ولاد زيان. كنسولو سي محمد اخويا احكي لي على حكايتك، يكفيك؟ قال لي 15 سنه في السجن
وأدى كتب عليه المكتب. قدر الله قبل ما تحكي لي شنو هو الأسباب، خلي داك الشيء ربنا عز وجل غفور رحيم، الله يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. المهم التقط منه أن 15 سنة دوز في السجن في العذاب، تهلك في الصحة ديالو. الطبيب قال ليه المرض اللي عندك راه شديد جدا، وقال لي لابد أن تقوم ببتر قدميك، غتقطع الرجلين ديالك باش تحافظ على بقية الجسم. هو قال لي لا أنا بغيت نبقى هكذا حتى يديني مولانا كما أنا. سي محمد إلا شفتوه راه نحيل البنية، الشكل ديالو ربي اللي عالم به، هو ما محتاج أشنو. في الأول كتبغى غير كريريسها، واحد الأصدقاء قال لي اطلبها كبيرة كل موتور. فهذه فرصة الأحباب الكرام اللي عنده شي كروسة زائدة أو لا عنده شي موتور ديال الناس المعاقين اللي كيستعدوا به. بالمناسبة غير هاد النهار راجعوا تقريبا ثلاثة ديال الناس اللي كل واحد عنده نفس الإعاقة وكل واحد فيهم مشكلته ما كيقدرش يتحرك. فهذه فرصة حنا غادي إلا كان شي واحد بغي يساعد هؤلاء الناس بكروسة أو بموتور ديال الناس المعاقين غنكونوا سعداء. حنا احتفظنا بالأرقام ديالهم وغادي نلاقيو هذا بهذا، نلاقيو هذا نعطيو غير الرقم الهاتفي يمشي حتى عنده يعطيه الموتور ديالو يتلاقى معاه او يعطيه الكروسه اللي كانت هو باغا اللي كاين. فإلا كان ممكن يمشي بنفسه يعطيها ليه، اذا تعذر علي يحطها لنا عندنا في ميد راديو ونقول الاخ اجي خذها من هذا المكان. اذا تعذر السبت واحد في مكان في المغرب في اي نقطه بعيده نمشيو حتى لعنده ونوصلوها ليه في سبيل الله تعالى. وبغينا الحمد لله تعالى جميعا ونشكروا على نعمه الصحه ملي كتشوف راسك كتحرك بالركاب ديالك وبالعظام ديالك بكل بساطه وكل حيويه وكل نشاط، واحد اخر مسكين ما قادرش يتحرك يحبو، كتقول حمدتك يا ربي وشكرتك على النعمه اللي عطيتيني. هذه فرصه كان معايا واحد السيد غادي معنا في الطريق وقال لي تبت الى ربي ملي شفت هذا المشهد. قلت له كيف ذلك؟ قال لي انا رجلي ديما كنت كنمشي بهم للحرام، كنمشي بهم الى اماكن فين غادي عندي موعد في الحرم وغادي. قال لي شوف ربي عز وجل سنوات هو سترني وعطيني الاقدام كنمشي بهم كيف ما بغيت. كان بامكان ربي عز وجل يبتليني كما ابتلى اخينا محمد من العرائش وتضيع عني القدره على الحركه والقدره على المشي، ولكن ربي سترني ولا زال يمتعني بقوه الصحه. وكان معنا واحد سيد مسكين مكفوف، الاخر قال لي وتبت الى ربي من اليوم. علاش اخويا؟ قال لك لان ربي اعطاني عينين يشوفوا مزيان ولا اكاد اتوقع المحرمات، كنطلق عيني بالليل وبالنهار ديما كيشوف. في الشارع العام كيبقى ينظر الى النساء، في البيت عنده الانترنت كيشوف صور اللي هي محرمه، لا يتقي الله في بصره. قال شوف هذا ربي عز وجل سلب منه بصره وكان بامكان ربي ان يسلب مني بصري. والله في هذه الازمه شفنا كرامات، كل واحد كيشوف هؤلاء الناس فكتنزل واحد الالطاف ربانيه وكل واحد يعلن عن توبته امام هذا المشهد. نسال الله تعالى ان يعافينا جميعا واياكم مما ابتلى به غيرنا، ونسال الله تعالى ان يشافي جميع الامراض وجميع المرضى وجميع المعذبين فوق الارض. هذه فرصه طيبه للاخوه والاخوات الفاضلات، اذا كان شي واحد عنده شي كروسه ديال المعاقين مستعمله او كرسي مستعمل غنكونوا سعداء يتصل بالإذاعة ونكون وصل رحمة ووصل خير بينهم وما بين هؤلاء الناس اللي هم في وضعية صعبة، فقراء وصحتهم في وضعية لا يعلمها إلا الله تعالى. أسأل الله الكريم أن يبارك لكم جميعا في صحتكم وفي عافيتكم وفي خيراتكم. اللهم آمين يا ربي يا كريم.